طبعا كل اثنين بس يتزوجوا شخصيات مختلفة، راح يصير في نوع من التنافر أو عدم القبول لسلوكيات معينة أو شيء. فإذا وصلت هاي الأمور لحد الخلاف الكبير، ما قادرين هن يحلوا هاي الخلافات لوحدهم، يعني العلاج النفسي للأزواج بيفيدهم كتير كيف طريقة التعامل مع الآخر، مع الاختلاف في الرأي، مع الاختلاف في السلوك، الاختلاف في التوجهات. في هالحالات هاي بيفيد العلاج النفسي للأزواج. كمان مختلف أنواع الحالات النفسية المختلفة، يفضل أن تكون مجموعة بتضم مرضى مختلفين، مثلا مريض اكتئاب مع مريض اضطراب شخصية مع مريض حتى ذهانة وسواس قهري، نجمع مجموعة واحدة. هم نستفيد من آليات التأثير الإيجابي للمرضى على بعض من خلال خبرتهم، من خلال تعاملهم مع المرض، طبعا تحت إشراف المعالج اللي هو بيدير الموضوع حتى ما ياخذ منحى سلبي.